معالي الوزير إلي ماروني، اليوم أهمية هالمبادرات برفع صورة لبنان بالعالم. يعني أنا الأوان بعد كل المصايب اللي عم تحل فينا أنه نفرجي العالم شو عنا إنجازات، شو عنا إبداعات، شو عنا جمالات. ومعامل جاردينيا يعني أنا بسميها الإمبراطورية، هي دايما أول شيء خلقت فرص عمل، تاني شيء وما رحنا بالعالم، وأنا شخصيا اختبرت هذا الأمر، بشوف الإنتاج اللبناني بالمحلات الأجنبية والعربية، وهذا دليل حيوية الشعب اللبناني يلي ما بيموت، يلي رغم كل الكآبة بينتصر على الذات. ونحن هي اقتصادنا وهي حياتنا وهي بلدنا، بدنا ننقذ اقتصادنا لنضل عايشين ببلدنا ولنخلق فرص عمل ليضلوا شبابنا هون. واخر شيء هالمبادرات امل بمستقبل جيد، بدنا نضل نزرع الامل، ما بدنا نيأس.